ازيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة فيديو في حب البيتزا، ده الاختراع الايطالي اللي ابتلينا بيه كلنا. اظن ما فيش حد ما بيحبوش. يبتدي بعجينة عادية جدا اللي هي مية وخميرة ودقيق، دي ابسط حاجة في عجينة البيتزا. بعد كده نبدأ بقى نخمرها ونريحها ونشكلها، ونبتدي بقى نتفنن اللي يعملها كبيرة واللي يعملها ماني بيتزا واللي مش فارق معاه الشكل قوي. انا عن نفسي مش بيفرق معايا الشكل اكتر من، يعني الاهم عندي الطعم. بعد كده بنبدأ نحط الصلصة البسيطة جدا اللي هي طماطم متسبكة حلو قوي، ومحطوط عليها شوية اوريجانو وملح وفلفل وبس كده. شوية جبنة بقى موتزاريلا ولو ريحان، دي ابسط انواع البيتزا. طبعا البيتزا دلوقتي بقت انواع واشكال واحجام، والبيتزا الايطالي، البيتزا الامريكان بيتزا، وعايزه اقول لكم ان احلى نوع بيتزا البيتزا العربي. يعني البيتزا الايطالي لو رحنا كلناها في ايطاليا او في مطعم ايطالي، هتحس ان انت بتاكل عيش وعليه صلصة وجبنة بس، مش اكتر من كده. اما الناس اللي بدأوا يتفننوا في صناعة البيتزا فهم العرب. في زي ما انتم شايفين كده، ده حد بيحط يقطين اللي هو القرع على البيتزا، خضار على البيتزا. ده في ناس اللي هم الفيجن والفيجيتيريان والناس دي بيهتموا بانه يبقى البيتزا مليانة خضار. حلو حلو، احنا كعرب ما عندناش مشكلة ان احنا ناكل بيتزا بالبسطرمة زي دي كده مثلا، بس دي الكراست بتاعتها كراست ايطالي ومعمولة في اللي هو الفرن الحراري. دي بقى البيتزا اللي احنا عارفينها، او البان بيتزا اللي بتتحط جوه صينية وتتحط في الفرن وتبقى من ابسط ما يكون، بس بتبقى العجينة بتاعتها طرية. سواء انت بتحب العجينة طرية، سواء بتحبها مقرمشة، اكيد هتكون بتحب نوع او اتنين او تلاتة. او زي كده بحب اجرب كل الانواع من البيتزا. انا بحب افضل حاجة بالنسبة لي اللي هي المارجريتا، اللي هي ابسط حاجة، بعديها البيبروني والخضار، خضار المشوي حلو جدا. انا جوعتكم صح؟ معلش الفيديو المرة دي يجوع شوية، بس عايزة اقول ان شعوب كتيرة قوي بتعمل البيتزا بطريقتها. احنا عندنا بنعملها بالفطير الشرقي وبنحشيها بقى الخضار والزيتون والحاجات الحلوة بتاعتنا دي، وبتطلع في منتهى الجمال. في الهنود بيعملوها بطريقة تانية، بتبقى عبارة عن عجينة وبيحشوا العجينة من جواها بطاطس وبصل وكزبرة، وساعات بيبقى فيها توم. شايفين دي بيتزا خضار، بتنجان وكوسة، بتنجان وكوسة. البيتزا طبعا حلوة في انها مش هتلاقي حد ما بيحبهاش، يعني الناس كلها بتتجمع على حب البيتزا، صغيرين كبار. هتلاقوا في المناسبات، في مش المناسبات يعني، قصدي في الجاذرينج، يعني لما بنتجمع مع بعض. بص، تلاقي اسهل حاجة نعمل بيتزا في الموفي نايتس، او اللي هي ايام الافلام اللي احنا بنتجمع على فيلم معين كده نقعد نتفرج، او مسرحية العيال كبرت، او مدرسة المشاغبين، وقدامنا الحاجات دي، البيتزا والفشار اسهل حاجة لما نيجي نطلع بيكنيك، او اللي هي اسمها ايه، اسمها ايه يا جماعة التجمعات، الحدائق والحاجات دي. اسهل حاجة عندنا البيتزا والكيك، يعني دي اكتر حاجة بنعملها، يعني عشان سهلة في انها قطع ومش مفيهاش لغوصة كتير والكلام ده. مش هناخد حاجات طبيخ، يعني مش هناخد بامية ورز. ايه تاني؟ على فكرة انا لو عملت 100 فيديو على البيتزا دي بجد فعلا مش هيكفي، يعني مش هيكفي الكلام. انا بتكلم ده اللي هو الباشن بتاعي، او الابسيشن بتاعي ناحية البيتزا. يعني انا ممكن اكل كل يوم بيتزا، طبعا ده غلط. عملوا لنا بقى ايه، بيتزا اللي هي بالدقيق كامل، قال يعني بيضحكوا على الرجيم، بس هي بتخن برضو
طبعا زي ما بقول لكم في التجمعات، في الماتشات دلوقتي كأس العالم طبعا كله شغال الماتشات، والبيتزا شغالة ما شاء الله، محلات البيتزا شغالين كويس قوي. وعايزة اقول لكم ان مهما انت كنت بتحب نوع اكل ايه، هتلاقي بيتزا تحبها. في بيتزا بالاناناس على فكرة. بس كده، باي باي.